السوق النموذجي لبيع الخضر والفواكه بمدينة درويش في حال يرثى لها، وبات عدد المغادرين من الباعة في تزايد مستمر، بينما شبح الركود يهدد ما تبقى من أرباب السوق، وتعد الأسعار المرتفعة حاجزا آخر أمام الباعة، حيث أصبح الهاجس الذي يقلقهم ويهدد مستقبلهم. وتراجعت المبيعات بالسوق خلال شهر رمضان الحالي، مما زاد من مخاوف الباعة. بزاف وانا خدام، دابا نقول لك شي 7 سنين ولا 8 سنين وانا خدام في هاد الخضره هادي. يعني شنو الفرق ما بين هاد العام ولا الاعوام اللي كانت قبل؟ الرواج ديالها، الرواج نقص بزاف في التجاره، ولا من ناحيه ديال كل شيء، الاسعار طلعوا والاثمنه، التجاره ما بقاتش بحال الاول. بالنسبه لك شنو الاشكال؟ انا بعدا من نهار اللي دخلنا هنا لهاد المارشي وحنا الله ما نكذبش عليك، انا كانت عندي البلاصه هنايا راني سمحت فيها، ما ماشي غايه، انا بزاف ديال الدراري سمحوا ما بقاوش خدام. الله يسلي عامر هنا ديال الخضره، ودابا شحال يبقى؟ كنا حنا على برا كنا بزاف بين الدراري، كانوا كلشي كيديروا الخضره كيديروا هادي، دابا ما بقاوش، دابا حتى تشوف بقاو 6 د الناس ولا 5 د الناس اللي داير داكشي اللي مستولين على السوق، 5 د الناس ولا 6 د الناس هما اللي مستولين على السوق. دابا هكاك يعني الرواج ناقص؟ الرواج ما كاين بو رواج. آه كيف رمضان كيف بلا رمضان، الرواج نقص بزاف. نسحبوا حتى حنا نسحبوا واحد مور واحد، يبقى كل واحد كل مره ينسحب واحد حتى يبقى المارشي خاوي. يقدر انما الناس ما بقاش الاقبال بحال الاول. كنا على برا كنا دايرين غير الكياطان والطوابات، وكان ربي جايب التيسير بنادم خدام. حيت السوق كان مجموع. السوق كان كلشي مجموع في واحد البلاصه، دابا من تفرق السوق ما بقاش الرواج بحال الاول. فهمت كيفاش؟ كنطلب يهود شويه هاد الاسعار، ما يبقاوش طالعين ويكون الرواج. دابا الرواج راه ما كاين لا رواج، ها انت من الصباح حنا جالسين، والله الا من الصباح حنا ثلاثه بينا هنايا خدامين، من الصباح حنا جالسين ما كاين لا خدمه لا والو. ها انت بنادم كيجيب السلعه كيبقى يشوف فيها، ها انت تشوف الخير ديال السلعه كيفاش داير. عندنا مطيشه دايره 12 درهم، الجلبانه 10 دراهم. لا عفوا ماشي مطيشه، بطاطا 12 درهم، الجلبانه 10 دراهم، مطيشه 7 دراهم، الفلفله 17 درهم، الخيار 9 دراهم، اللوبيا 15 درهم، عندنا البصله اليابسه دايره 17 درهم، الفلفله الحمراء 25 درهم، الليمون 8 دراهم، البنان 15 درهم، الباربه 8 دراهم، البصله 7 دراهم، المزاح كاين 20 درهم، كاين 15 درهم، بوعويد عاود ثاني كاين 23 درهم، كاين 18 درهم، التفاح كاين ديال السبليون، كاين ديال المغرب، اللتشي نعاود، العصير عندنا جوج الماركات، كاين الماركة ديال 9 درهم، كاين الماركة ديال 10 درهم، عندنا السويه لا، عندنا كلشي موجود زعما، غير هكاك الإقبال والو. الإقبال والو، على من ما قلبت كاين عندنا والإقبال والو. بالنسبة للبوبري كيفاش؟ البوبري ما بقى له فين يعيش.